البواسير فعلا بنسمعها كتير جدا، وزي ما قلت الناسور والشرخ والحاجات دي بنسمعها كتير. خلينا نبدأ بالبواسير يا دكتور، ايه هي البواسير وايه هي انواعها؟ تمام، بداية نعرف موضوع البواسير. بنقول إن البواسير عبارة عن تمدد في الأوردة الموجودة المبطنة للقناة الشرجية. احنا عندنا الطبيعي إن القناة الشرجية بتتكون من غشاء مخاطي مبطن للقناة الشرجية، تحتيه شبكة من الأوردة وراهم عضلات الضمة للشرج. الطبيعي إن الشبكة دي بتبقى غير متمددة، الأوردة فيها بتبقى طبيعية مفيش فيها تضخم ولا تمدد. لما بتحصل بواسير شرجية الأوردة اللي موجودة في القناة الشرجية بتتمدد وبتبتدي تظهر من خلال فتحة الشرج. هو ده التعريف العام للبواسير الشرجية. أنواعها بقى يا دكتور، في أنواع بالنسبة بالنسبة لأنواعها، للبواسير؟ طبعا في عندنا نوعين كبار قوي من البواسير، في عندنا البواسير الخارجية وفي عندنا البواسير الداخلية. بالنسبة للبواسير الخارجية دي بتبقى عبارة عن بروز ونتوء كده ظاهر من الجلد في فتحة الشرج، عادة ما بيسببش أي مشاكل، ما بيسببش نزيف شرجي، ما بيسببش أي ولا أعراض آلام يا دكتور؟ ولا آلام ولا ولا حاجة. آلام؟ المفروض إن البواسير الشرجية العادية مبقاش فيها ألم خالص من بس دي الشرج. الخارجية، البواسير دي بالنسبة الخارجية. للخارجية. أما البواسير الداخلية دي بتبقى عبارة عن إن الغشاء المخاطي المبطن للشرج بيبتدي يتمدد ويظهر من خلال فتحة الشرج، ودي بتبقى عندنا 4 درجات كبار قوي. الدرجة الأولى هيبقى بتبقى عندنا صور هنوضح فيهم الدرجات معانا صور والأنواع. نشوف عليها كده هتتعرض الدرجات. دلوقتي يا دكتور. بالنسبة للدرجات بتاعتها بنقول إن في درجة أولى بتبقى البواسير عبارة عن ده الصورة الأولانية، ده الشكل الطبيعي أو التشريحي للقناة الشرجية السليمة عند الإنسان السليم. في عندنا الجزء اللي جوه دوت ده هو الغشاء المخاطي المبطن للقناة الشرجية، وزي ما احنا شايفين اللون الأزرق ده هو عبارة عن الأوردة الموجودة داخل القناة الشرجية، واللون الأحمر ده هي العضلات الضامة للشرج. نشوف الصورة التانية. الصورة التانية دي هتبين الأوردة لنا اللي هي دي بطبيعتها ما الطبيعية، فيهاش أي دي مشاكل طبيعية مفيش خالص. فيها تمدد مفيش فيها أي الصورة حاجة. التانية، أيوة. الصورة التانية دي بتبين لنا البواسير الخارجية، وبنقول إنها عبارة عن نتوء ظاهر جلدي اللي هو خارج لتحت دوت ظاهر من فتحة الشرج، وده عادة بيسبب بس حكة، ممكن يسبب زيادة إفرازات، ممكن يضايق المريض إن في حاجة خارجة من الشرج، بس عادة ما بيسببش نزيف شرجي ولا ألم زي ولا حضرتك ما ألم قلت. طبعا. نشوف بالنسبة الصورة للصورة اللي اللي بعد بعديها، كده. دي البواسير اللي هي من الدرجة الأولى، وزي ما احنا شايفين النقطة اللي جوه القناة الشرجية دي اللي هي عبارة عن الدرجة الأولى من البواسير، عبارة عن إن الغشاء المخاطي بتبقى المبطن. ملتهبة يا دكتور، يعني ده عبارة عن التهاب، فالتمدد ده بيبقى نتيجة التهاب ولا لا، هو بيبقى التمدد ده مش ناتج عن التهاب، التمدد ده ناتج عن ان الاوردة الموجودة اللي احنا قلنا عليها اللي هي الموجودة داخل القناة الشرجية حصل فيها تمدد. التمدد ده خلى الغشاء المخاطي المبطن للشرج يبتدي يعمل نتوء او بلج كده وبيبقى ظاهر داخل القناة الشرجية. والدرجة الأولى دي الجزء من البواسير ما بيخرجش من خلال فتحة الشرج، ده بيبقى داخل بس القناة الشرجية. لما الموضوع يتطور والمريض ما يبت يعني ما يهمل والدرجة الأولى دي القصة، برضو يا دكتور ما بتسببش لا، أي الدرجة الأولى دي بتسبب نزيف، يبقى المريض نزيف، مصحوبة دايما يعني بنزيف أثناء التبرز. يعني البواسير الداخلية يا دكتور هي حتى الدرجة الأولى بتسبب نزيف، بالظبط كده، الدرجة الأولى غير بتسبب نزيف البواسير غير الخارجية. البواسير الخارجية. فلما المريض بيبتدي يهمل الموضوع ده وما يلجأش للعلاج الطبي، الدرجة الأولى دي بتتحول للدرجة التانية. هنشوف طبعا الصورة التانية طبعا. بتاع الدرجة التانية. الدرجة التانية يا دكتور دي الدرجة بتبقى التانية بتبقى ملاحظين ان هي أكبر بقت شوية، اكبر. كبرت شوية والبواسير خرجت من فتحة الشرج، خرجت من القناة الشرجية، بس لحسن الحظ إنها بتخرج أثناء التبرز وبترجع بعد ما المريض بيخلص تبرز خالص، فبترجع تاني مكانها، ودي برضو من الدرجة التانية، ودي برضو بتسبب نزيف أثناء التبرز. لكن نزيف وألم برضو لا، الألم ولا ده لا قصة تانية بقى، لسه بقى لسه؟ هنتكلم على موضوع يعني الألم، بس مجرد درجة الأمور أولى وتانية، مجرد ان هو مجرد نزيف نزيف. شرجي وجزء بيطلع وبيدخل لوحده زي الدرجة التانية دي. نشوف الدرجة التالتة. الدرجة الدرجة التالتة التالتة. بتبقى أكبر شوية لما المريض ما يبتديش ياخد علاج وبرضه يسيب القصة دي، بتبتدي الدرجة التالتة إن بقت البواسير أكبر بكتير أكبر طبعا. شوية وخرجت أثناء التبرز، بس مش بترجع مش لوحدها زي هترجع. الدرجة التانية دي. المريض بيبتدي يستعمل إيديه ويرجعها داخل القناة الشرجية علشان ما يحصلهاش مضاعفات وتقرحات والتهابات،
فدي بتخرج اثناء وده التبرز صح يا وده ما دكتور بترجعش. ولا لا هو غلط؟ المفروض يعني اي المريض مريض في ناس يبتدي كتيرة يشتكي بتعمل كده. بالظبط، بالظبط المفروض اول ما المريض يشتكي من اي شكوى داخل القناه الشرجيه يبتدي يتوجه للطبيب المختص، علشان الحاله في البدايه بتبقى العلاج بتاعها اسهل بكتير طبعا طبعا. ومن غير مضاعفات. اما لو احنا استنينا لحد ما نوصل للدرجه الثالثه دي بتحصل منها بعض المضاعفات. اما الدرجه الرابعه بقى اللي هي الدرجه الرابعه والاخيره اللي احنا شايفينها دي، ان البواسير موجوده طول الوقت مش اثناء التبرز، ده المريض بيبقى عنده جزء خارج من القناه الشرجيه، ده موجود طول الوقت ما ينفعش يدخله بايد، ده موجود على طول اثناء التبرز او غير اثناء التبرز، ودي المرحله اللي بيبقى فيها مضاعفات اكتر شويه. نتكلم شويه بقى عن المضاعفات. بس هو دلوقتي يا دكتور بما ان هنا احنا شايفين ان هو خرجت بره ومش هتدخل تاني، خروجها ده برضو هيسبب نزيف غير اثناء التبرز ولا برضو بس اثناء التبرز هيحصل نزيف؟ النزيف بيحصل في كل مراحل البواسير من الدرجه الاولى للدرجه الرابعه، ولكن الدرجه الرابعه والدرجه الثالثه المضاعفات الثانيه بتبقى اكتر شويه. اما يبقى في جزء خارج من القناه الشرجيه باستمرار، ده بيبقى عرضه ان هو يحصل له التهابات، عرضه ان هو يحصل له تقرحات، عرضه ان هو يحصل له تجلط، ويجي هنا الالم اللي المريض بيبتدي يشتكي بيه. يعني الاول كان المريض بيشتكي بنزول دم بس اثناء التبرز، لما يحصل الم يبقى احنا نبتدي نفكر ان في حصلت مضاعفات شويه في البواسير زي الالتهابات والتقرحات والتجلطات. احنا لما شفنا في الصور يا دكتور وحضرتك لما شرحت ان البواسير الخارجيه بتهيألي البواسير الداخليه هي يعني عنيفه اكتر او مشاكلها اكتر عن البواسير الداخليه. بالظبط، كلام سليم جدا، ان المشاكل كلها بتحصل من البواسير الداخليه، لما بتبتدي درجاتها تتفاقم وتبقى من الدرجه الاولى لحد الدرجه الرابعه بتبتدي المضاعفات بتاعتها تكتر شويه. هنتكلم عن